تميزت الصناعات الغذائية في السعودية بضخامتها وقوتها الاقتصادية، حيث كان للسكر الدعم الرئيسي في إنتاج هذه الأغذية وفق المعايير العالمية، ولم يكتفي بالإنتاج والتوزيع المحلي فقط، بل تضخم الإنتاج لتكون السعودية صاحبة خامس أكبر مصنع تكرار للسكر في العالم. بدأت في عام 1997 بطاقة إنتاجية 500 ألف طن، تلتها العديد من المشاريع التوسعة، وصلنا لمليون 300 ألف طن. 70% من إنتاجنا يروح للاستهلاك المحلي في شقيه التجاري والاستهلاكي والصناعي، و30% من إنتاجنا يتم تصديره للخارج. اكتفاء المصنع ذاتيا بإنتاج المياه والطاقة ساهم في زيادة الطاقة التشغيلية للمصنع، مما أدى إلى زيادة الإنتاج بعد تغطيته للحاجة المحلية وبدء التصدير للخارج ليتراجع الاستيراد منه. التصدير بدأ في عام 2003، أول سنة صدرنا تقريباً 100 ألف طن، وكل سنة كان بيزيد الصادرات إلى ما وصلنا 400 ألف طن العام الماضي. إجمالي الصادرات تقريباً خلال السنوات السابقة كان 12 مليار ريال بمتوسط 700 مليون ريال سنوياً. أهم أسواقنا هي دول الخليج والشام وشرق أفريقيا، بالعديد إلى من الدول الأخرى، بمتوسط دائماً نصدر بين 20 إلى 25 دولة في السنة. رؤية المملكة 2030 ساهمت في الدعم الكلي للصناعات المحلية لتصنع طاقة إنتاجية ضخمة تلبي حاجة الأسواق العالمية. لقناة الأخبارية شهد باهبري، جدة.